حاضر. شوف انا حامل والدكتور قال لي انه ممكن يكون التست 99% صحيح. بارك لي. مبروك. بتعرف ماني مصدقه انه صار معي هيك. حاسه انه انا وياك صرنا 10 سنين متزوجين وما عم بصير حمل وصار. الحمد لله يا ربي الحمد لله. انت كان بدك؟ معقول السؤال؟ لا أنا بعرف أنا بالعموم بدك تحبلي بس أنتي كان بدك تحبلي هلأ؟ تقصدي تحبلي هلأ؟ إيه طبعاً. ليش؟ يعني قصدي كيف؟ شو اللي ليش؟ شو هي كيف؟ يعني أنتي وقفتي حبوب الحمل؟ إيه من 3 شهور. لك ليش؟ لك ليش؟ لك ليش هيك عملتي؟ بس فهميني ليش هيك عملتي؟ ليه هيك عم تحكي معي؟ لأنه ما بصير تعملي هيك، لأنه أنا جوزك ولازم نتجاور، وهذا قرار خطير ما بتاخذيه لحالك. كثير، أنت ليه مو صرت تنزعلي؟ فرحتي ليه؟ لأنه هلا مضطرين نروح نثبت زواجنا، فهمتي؟ عم تقلي إلي، عم تذكرني بالمصيبة السوداء اللي معيشني فيها. اسمعي مان، انت قلت لي بعد 6 شهور رح تدور على المحل وتلاقيه، وهلا صار ماري فوقهم 3 شهور. وحضرتك ناطرتيني على الحرف. لا مو على الحرف، على الكلمة، لأنه الرجال بينكمش من كلمته. ليش انت خليتي فيها رجال؟ بكره بس نبطل ندفع ايجار على البيت، بضل فيها رجال. بس ما يضل معنا مصاري لنشتري حليب وحفوضات، بضل فيها رجال. لك انت عاملة مصيبة مو حاسة حالك. مصيبة؟ هاي اللحظة اللي صار لي ناطرت عمر مصيبة؟ اسمعي 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 اسمعي، لا تقبليها دراما، لا تفكر حالك عامل شيء يعني عظيم كتير. القطة بالشارع بتحبل، الغنمة بتحبل، مو شيء عظيم عملتي وناطرة مباركة مني. مو شايفة وضع الناس انتي؟ الناس عم تقتل بعضها، عم يكسروا بلور السيارة إذا لقوا 500 جواتها. شو عم تحكي انتي؟ شو عم تخبصي؟ عم نفوت على السوبر ماركت عم نشغل من حالنا، نشتري بلوقية ونصوية. بدي اسألك سؤال، هالغرضين اللي عم تفوتيهم إذا بطلت تفوتيهم شو بده يصير فينا ها؟ كيف بدنا نمشي أمورنا لآخر الشهر؟ فهميني بس فهميني، مشان شو؟ مشان دق سخافة؟ شايفتي بشي فيلم؟ بشي مسلسل؟ مشان شو؟ أول شيء وطي صوتك، ثاني شيء أنت شو كنت عم تعمل؟ عم تاخذني وتجيبني؟ عم تماطل فيني؟ عم تكذب علي؟ لا لا انا ما كنت عم باطل ولا عم بكذب، وانت بتعرفي هذا الشيء. انا كنت جدي 100%، بس محل ما لقيت شوفت عينك، يعني محل ما لقيت. لبين ما اقولك بتلاقي محل. اسمعي راف، اسمعي راف منيح، انا ما بلوي دراعي، ما بتحطيني تحت الامر الواقع. هذا الولد بدك تنسيه، فهمتي؟ ما حذرت، هذا الولد بده يجي عن الدنيا، بده يجي عن الدنيا إذا الله رد. وبيني وبينك ما عاد في حكي، إذا بدك تحكي شيء بتروح بتحكي مع أهلي.
شو لوين؟ عم بسألك مو شغلك. لا يا حبيبي لا، من ايمتى بنحكي مع بعض بهي الطريقة؟ عم بسألك لوين رايحة؟ محل ما لازم نروح. لك ايه يعني خبريني لوين رايحة بس. ليك عماد، كلمة تانية بدي اقول لأبي بيجي بياخذني من هون. أبوكي؟ ايه أبي، أصلا كلك على بعضك ما بتسوى، يوم زعل بيني وبينه.